قضية الأشعة. احنا هنا في الجزائر أول ما نقول الشعب أول فضاء نتاع بعض من الناس اللي والله العظيم مختصين في كلش، مختصين في كرة القدم، في السياسة اليومية تسيير البلاد، في الصحة، عندنا علماء، ولكن ما نقولش علماء، كنقول علماء بين قوسين. نعم. وأنا مانيش ضد هذا العلماء، الإشكالية في الخفاء، يطلق هكا يطلق لك كلمة ولا زوج ولا هذا الدواء مليح هذا ماشي مليح هذا، وما تعرفيش ما دي ياك يقول لك أتونا بأدلتكم إذا كنتم صادقين. وهذا ما يسمى بالإنجليزية الفيك نيوز احنا نعرفوه في الجزائر. نعم. نسميه القالة والقول، القيل والقال، القيل والقال والقال والقول والقيل والقال، هذه يعني في كل حاجة. نعم. في الحومة على الجار على كل واحد يزيد كلمة وهي تولي بعد يعطيك صحة يخيطوا له برنوس احنا نقولوا صحة لا تبدو. وهنا مثلا في قضية الصحة يا ناس خافوا يا ناس نعلو بليس كاين الناس مختصين هما اللي يتكلموا في الصحة إيه. تكون طالع شكون هابط هذه يعني احنا عندنا والله العظيم معليش لو كان جاء المهنة تاعو كلي انا الان نجي وتي مقشر نهضر على كيف نبنيو عمارات واش من السيمان واش من الحديد واش نديرو وين نديرو لي كابل الكتريك هما قادرين لهذا الشيء وتشو مقشر ويجي يهضر على الميدان لي خاطيه وخاطيه لو كان لا خاطيه رمدن كي شيوخه يبدا يتمتم ويواسر روحه كل طير يلغو بالغاه يعني كل واحد المجال نتاعو.